رقعة شطرنج يحرك بيده الأدوار ويبدأ في مخاطبة جهات خارجية بحجة إعادة سيطرة القصر الجمهوري على مقاليد الأمور. ماذا يفعل بشار الأسد خلف أبواب مغلقة بمصير الشعب السوري؟ وهل ستشهد الفترة المقبلة تصعيداً لنجله على سدة الحكم ويختفي هو من الصورة؟ اجتماع ربما لم يحدث منذ سنوات طويلة، وتبديل أدوار وإعادة هيكلة في أجهزة حساسة بالدولة يراها الكثيرون أنها تحافظ على بقائه فوق كرسي الحكم في البلاد. فمنذ زمن بعيد لم يتم التطرق رسمياً في النظام السوري إلى بنيته الأمنية على صعيد رجال الأجهزة أو هيكلتها الداخلية، لكن المفاجأة كانت في مخرجات اجتماع رئيس النظام السوري مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والذي صدر صورة لها خلفية غامضة عما يريده النظام السوري خلال المرحلة المقبلة في البلاد، حيث تضمنت ما يدور في فلك التغيير في فضاء مغلق من أجل استعادة الاستقرار والأمن على أرض الدولة. آراء مختلفة دارت حول ما ينوي بشار فعله من أجل مستقبل سوريا، فضلاً عن احتمالية أن تتضمن المرحلة المقبلة تصعيداً لنجله حافظ إلى سدة الحكم. فربما يكون ما دفع بشار لإجراء تلك المحادثات والتغييرات في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية هو العمل على عدم تدخل أي طرف خارجي في شؤون سوريا الداخلية. وفق ما رأى الباحث المتخصص في مركز العلاقات العسكرية المدنية بمركز عمران محسن المصطفى، بل إن ما يفعله الرئيس السوري في الداخل وتغيير وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية وحتى الاستخباراتية شيء طبيعي لا يوجد به أي شيء يستدعي الاستنكار بسبب أن الدولة تعيد بناءها من جديد. لكن ربما يكون اتجاه الأسد من خلال إعادة الهيكلة هو إظهار الصورة المضيئة أمام الشعب، وجعل الباطنة التحركات التي يريدها وفق المحلل السياسي السوري حسن النفي. الوجهان الذي يمتلكهما بشار الأسد كان محل خلاف بين الكثيرين من الخبراء الاستراتيجيين والمحللين السياسيين والعسكريين في سوريا. فالنيفي رأى أن ما يفعله الأسد هو الظهور بأنه يفعل كل شيء من أجل وطنه، لكنه يبطن بالداخل الإجراءات غير القانونية تجاه المواطنين. لكن رئيس النظام السوري قد يغير على رقعة الشطرنج الموضوعة أمامه، قد يغير المناصب الإدارية والقيادية ليجعل حزب البعث هو الأقوى ويظل بجانبه ويسيطر على الدولة وفق علي الجاسم الباحث العسكرية. وجه جديد لبشار أظهره أيضا العميد المنشق عن النظام السوري نبيل الدندل، الذي كان رئيسا ومديرا لفرع الأمن السياسي في مدينة اللاذقية، بأن إعادة الهيكلة ليس لها إلا احتمال من ثلاثة: أولها أن يحمل بشار الشعب ما جرى في سوريا، والثاني يرسل رئيس النظام من خلاله رسالة للخارج بإجرائه إصلاح شامل، بل يبقى الاحتمال الثالث الذي ربما يكون بأنه يحاول إقناع الرأي العام العالمي بأن سوريا بدأت مرحلة إعادة بناء الدولة، أو حتى يمهد الطريق لنجله حافظ لتقلد الحكم خلفا له ويختفي من الصورة. مهما كان الأمر، يبقى الأهم دائماً في رأيكم أنتم: هل بالفعل يحاول بشار الأسد تجميل وجهه أمام الرأي العام العالمي، أم أنه بدأ في إجراء إصلاحات للدولة ككل؟